ثواني بس، مش هقول لك اعمل لايك او سبسكرايب، ثواني بس. احنا دلوقتي بنلعب 4 3 3، بوسكيتس وفرانكي وجافي هم ثلاثي نص الملعب. بس لو قعدت تبص نظره منطقيه على بوسكيتس وجافي وفرانكي هتلاقي ان هم لعيب واحد. والله بجد لعيب واحد، نفس الواجبات هي هي، نفس القدرات هي هي، نفس البروفايل هو هو، بساط لقدام بس، تحرك بعرض الملعب بس، فكره التصويب معدومه مش موجوده خالص، لا عند بوسكيتس ولا عند فرانكي ولا عند جافي. الواحد على واحد بالنسبه لهم برضو معدومه، سرعات معدومه. فانت دلوقتي بتلعب بثلاث لعيبه شبه بعض، والقصه قصه ان انت عندك موهبه زي جافي، موهبه عظيمه، موهبه جباره. تقعد تتفرج على جافي بيقدم ايه جوه الملعب، هتلاقي ان تشافي بيحاول يدور لجافي على مكان جوه الملعب. اه والله بجد، لو قعدت تتفرج على المباراه هتلاقي ان تشافي بيفكر جديا ان هو يلعب جافي قدام الزلزولي، وينزل الزلزولي تحت، يبقى الزلزولي بيلعب ناحيه اليمين ومواجهه ناحيه الشمال جوردي البا، ومفترض ان احنا بنلعب 3 4 2 1 وهنلعب بجافي، جافي اللي هو كان بيلعب نص ملعب ده دلوقتي هنلعب بيه هاف، هو عثمان ديمبلي قدامهم فيران جوتيلجا او جوتيلا. فيران ده على فكره مفترض ان هو بيلعب ناحيه اليمين، بس احنا بنلعبه النهارده فيرود، ولعبناه الماتش اللي فات فيرود. احنا بنعاني من حته ان احنا ما عندناش فيرود في لاماسيا، وما عندناش فيرود نعتمد عليه، لان قصه يعني قصه لوك ديونج خلاص انتهت. القصه وضحت ان تشافي مش معترف بيه نهائيا. نرجع بقى لجافي. جافي الشوط الثاني لو قعدت تدور هتلاقي ان برشلونه اول ما طلع جوتيلا، جافي هو اللي بقى فيرود. جافي لعب فيرود 10 دقائق، وبعدها كمان جافي نزل لعب جناح، وقبلها الشوط الثاني في بدايته كان بيلعب قدام بوسكيتس. يعني احنا رجعنا لعبنا 4 3 3 وغيرنا، ورجعنا لعبنا 4 3 2 1 وغيرنا حاجات كتيرة جدا جوه الملعب. بس تقعد تفكر جافي بيلعب ايه؟ مش هتعرف، عشان خاطر جافي كل 10 دقايق تشافي من على الخط بيحركه. فتقعد تبص على مدى الجدية اللي بيقدمه جافي، مفيش. فتقعد تدور كمان على مين اللي هينزل من على الدكة، نيكو؟ نيكولاس جونزاليس. تقعد تدور على نيكولاس جونزاليس هتلاقي ان بسم الله ما شاء الله بقى عندك 4 لعيبة شبه بعض في الملعب. 4 لعيبة بيجمعهم مركز واحد بس، مركز 6. يعني كلهم بيلعبوا مركز 6. فرانكي بيلعب مركز 6 بس للاسف ما عندوش دي ان اي اسباني، فهيفضل يتشوح يمين وشمال لحد ما يمشي من برشلونه ويتقال عليه ان هو صفقه فاشله. بس فرانكي ديونج مظلوم. فرانكي ديونج مظلوم. فرانكي ديونج لو خد فرصته كامله في مركز 6 اللي هو بيجيدو، لا نيكولاس ولا جافي ولا بيدري هتقدر تقارنهم مقارنه واحده بس مع فرانكي. فحته فرانكي ديونج وحته مركز 6 دي لازم تفهمها، لان احنا بيتقال ان احنا عندنا جواهر واحنا المستقبل جاي والمستقبل بلا بلا بلا، واحنا جواهرنا الحقيقيه واحد زي الزلزولي. الزلزولي اللي هو مفترض الاضافه الهجوميه الواضحه في اللعيبه اللي طلعت من لاماسيا، بجانب طبعا اراوخو. احنا اتكلمنا كتير على اراوخو. اراوخو يا جماعه واحد من افضل المساكين، واحد على واحد قوي بدنيا ما تقدرش ان انت تعدي منه بسرعه او تقدر تاخده في دريبل او واحد على واحد، صعب انك تعمل معاه كده. ايريك جارسيا عادي جدا تعمل معاه كده. بيكيه راجع من ايقاف. بوسكيتس بقى محتاجين نسال بجد، الاسئله الوجوديه. انا سمعت كلام لتشافي اول ما جه ان هو صعب يلعب بوسكيتس في اسبوع ماتشين. بسم الله ما شاء الله بوسكيتس بقى بيلعب في الاسبوع ماتشين وبيلعبهم كاملين. يعني ايام كومان كان بيجي اخر نص ساعه ويقرر ان هو يرجع فرانك ديونج مكانه، انما الايام اللي احنا فيها بتاعت تشافي بوسكيتس مكمل على طول. اللي هو تحس ان في حاجه في اوضه اللبس غير اللي بتتقال للجمهور خالص، ودي حاجه بنقولها بقالنا سنه ونص، ان اللي بيحصل في غرف ملابس برشلونه حاجه تانية خالص غير اللي بتتقدم للناس. اللي بيحصل في غرفه الملابس مؤثر على الفريق جدا جدا جدا. مفيش اي مدير فني قادر ان هو يسيطر، مفيش حد قادر ان هو يسيطر بجانب الدوشه اللي في الملعب دي. فتقعد تدور على برشلونه تلاقي ان انت رامي كل طولك الهجوم على الزلزولي، واحد زي فيران المهاجم، واحد زي عثمان ديمبلي. ديمبلي اللي النهارده الشوط الاول كان كويس، الشوط الاول رغم ان احنا الحته دي برضه عايزين نتكلم فيها، حته الضربات الثابته. الضربات الثابته لما بتنزل ويبقى عليك ضربه ركنيه، مفترض ان اللعيبه القصيره بتطلع تقف على 18. حد زي جافي، جافي برضه انت لو دورت على جافي هتلاقي جافي بيعمل كل حاجه في الفرقه. جافي الهدف الاول هتبص كده تلاقي جافي واقف لوحده خالص، والزلزولي وجوتيلا لقينا ان هم طالعين يقابلوا الراجل بتاع تشيبليه اللي هو اليخاندرو جوميز.
طلعوا ان هم يقابلوا الخاندرو جوميز، بس الخاندرو حطها حلو قوي، لا اشتجن ولا عيلة اشتجن يقدروا ان هم يعملوا اي حاجه. بس في المنطق والطبيعي ان في حد بيبقى واقف هنا، حد بيبقى واقف هنا، ودي حصل الشوط الثاني. الشوط الثاني في اول ضربه ركنيه في فعلا واحد لقيناه اتمركز هنا. بس هل احنا ما بنصححش الاخطاء الا في الماتشات اللي بتحصل معانا في الشوط الاول فبنصححها الشوط الثاني؟ بص انا ما كنتش طالب منك انك تروح تكسب تشيبليه، لان تشيبليه السنه دي بيقدم موسم خرافي بصراحه بالنسبه للامكانيات اللي عندهم، وبالنسبه ان هم ما بيعملوش ماركاتو ولا بيشتروا لعيبه كبيره الا لو هتعتبر ان اريك راميلا لعيب كبير. تشيبليه فرقه محترمه، فرقه عندها حارس مرمى بيجي قدام برشلونه بيكون متالق ووفايق، وياسين بونو. مش عايزين نتكلم في حته ياسين بونو كتير، لان لما اتكلمنا على ياسين بونو في ماتش ريال مدريد ناس كتير زعلت. ياسين بونو النهارده كان متوتر برده، ياسين بونو النهارده في واحد عثمان ديمبلي حطها له من ركنيه وقعت ونزلت منه، مش فاهم هي وقعت ليه. واللقطه الاخيره بتاعت جوردي ألبا الكره وقعت منه، وقبلها برده مش عارف ياسين بونو لما بيركز او بيبقى عنده مشكله في الماتشات الكبيره ليه. يوسف النصير لما نزل كان قادر ان هو يحرك الفرقه اللي قدام بالكور العاليه اللي كان بيقدر ان هو يخش ياخدها من الانجليه بعد ما اريك جارسيا ما اتصاب من اول التحام، تم الالتحام معاه فلقينا ان اريك جارسيا نزل وما قامش تاني. برشلونه خسر النهارده نقطتين؟ لا اطلاقا، برشلونه كسب نقطه. برشلونه ما كانش قادر ان هو يكسب. والله اللقطه الخطيره الوحيده اللي كانت في الشوط الثاني بعد طرد كوندي كانت لعثمان ديمبلي اللي احنا اتكلمنا ان احنا سايبين له الحالات الهجوميه هو والزازولي. يمكن الميزه الوحيده لوجود جوردي ألبا النهارده هو انه عارف يستفز جويل كوندي بصراحه يعني. اما غير كده فبصراحه انا مبسوط بتعادل مع تشيبليه. هتقول لي لا احنا كنا ركزنا النهارده كنا هنط مركز رابع والكلام ده، لك صعب علينا ان احنا نروح للكلام ده. احنا محتاجين ماركاتو قوي، محتاجين نشوف مشروع سباي برشلونه ده هيأثر فعلا على الفريق وهيجيب فلوس ولا لا، وهنعمل ماركاتو ولا لا، ومحتاجين ان احنا ما نقلفش كتير وما نقعدش نقول ان احنا مرشحين. احنا مش مرشحين لاي حاجه، احنا بالعك الكتير الموجود عندنا ده احنا موسم للنسيان. بس الموسم ده ما يتبنيش على اي حاجه، مع احترام لاي حد هيتكلم على ان ده موسم بناء في برشلونه، ده مش موسم بناء، ده موسم مجاملات لعيبه اسبان لا اكتر ولا اقل. دي وجهه نظر ابن عمي، لو ليك وجهه نظر تانية براحتك. عالم كره القدم متعته في الاختلاف، ان احنا نبقى مختلفين مع بعض بس باحترام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك يا برو.